امام الانتر الذي كان يلعب له انذاك الظاهرة البرازيلي رونالدو. رشيد نكروز الحاضر في هذه المواجهة في خط دفاع العناصر الوطنية. مصطفى الحداوي شارك في مونديالي كاس العالم سنة 1994-1998. كرة لمصطفى حاشي، تحصيل الكرة من جديد رشيد الدودي. مصطفى وتدخل الدفاع عبر لوكاس رادبي. مثلا الكرة للفريق الوطني لنجوم كرة القدم الوطنية عبد الكريم الحضريوي، يبحث عن كرة عرضية عبد الكريم الحضريوي، لكن تدخل دانيال موكاشي. مشت كرة هي المنتخب الافريقي عند الاخضر بلومي. الاخضر بلومي مشت كرة امامي عادل الشادي. تدخل نور الدين النيبات. مباراة تتواصل. كرة مشات من الجهة اليمنى عزيز الصمدي. مصطفى الحداوي يلعب كورتو. يا سلام، هدف جميل جدا من جواد كوندوش، هدف سابق البطولة الوطنية، هدف جميل في مرمى جوزيف أنطوان بيل. جيلين مختلفين ما سبقلوش ان واجه جوزيف أنطوان بيل. فارق السن من دو جينيراسيون مختلفين، وبالتالي